محتاجين بقى نربط الأمور ببعضها ونعمل ريكولينج كده لبعض المعلومات اللي أخدناها في بداية الكورس. أول حاجة هنتكلم عن نقص العناصر الغذائية. أنت النهاردة لما بتنزل مزرعة وبتشوف إصابات قدامك، وإيه في إصفرار، في لون قاتم، أيا كانت الأعراض الموجودة، المفترض ان انت بيبقى تفكيرك مرتب. يعني انت مش بتمسك ورقة وقلم وبتقول الخطوة الاولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة، لا، انت دماغك بتبقى مترتبة وعارف انت بتبص لايه الاول، وبتبص دي مكانها فين، ودي ترتيب الاعراض ازاي او تدرجها ازاي. يعني كل اللي احنا هنقوله النهاردة ده المفروض بيبقى جوه دماغك اول ما بتقف قدام ارض وبتبقى محتاج تشخص اعراضها اذا كانت الاصابات فيما يخص تغذية النبات. أول حاجة عندنا نقص العناصر الغذائية، وده أشهر مشكلة ممكن تقابلك فيما يخص تغذية النبات. طبعا نقص العناصر بيبقى إما نقص مباشر للعناصر الغذائية، يعني العنصر مش موجود، نقص نيتروجين يبقى مفيش نيتروجين كفاية في التربة، نقص بوتاسيوم مفيش بوتاسيوم كفاية في التربة، ده النقص المباشر للعناصر الغذائية. النقص الغير مباشر للعناصر الغذائية يعني العنصر موجود ولكن يعني تم الحول بينه وبين الامتصاص بشكل او باخر، يعني اتمنع من الامتصاص، اما هو موجود في صوره غير متاثره او التربه فيها مثلا عنصر اخر منافس للعنصر ده في الامتصاص، في ظروف اخرى حالت بينه وما بين الامتصاص، انخفاض في درجات الحراره، ارتفاع في درجات الحراره، ايا كان، بس هو في عرض لنقص العنصر على النبات ولكن العنصر موجود في التربة. وهنا دايما بتبقى المشكلة، يعني لما تيجي انت تحل مشكلة تلاقي نفسك بتعمل مشكلة تانية، يعني تنزل مثلا فتحدد ان في نقص عنصر بوتاسيوم وفي نقص عنصر كالسيوم وفي نقص عنصر مغنيسيوم وتبدأ تسمد العناصر دي. طب وهي اصلا موجودة في التربة، في حالة يعني تشبع من العناصر دي موجودة في التربة وحضرتك بتضيف زيادة، فأنت بتعمل مشكلة تانية غير اللي اوريدي موجودة. يعني ممكن تكون في نسبة ملوحة في التربة مثلا خلت العناصر دي ما يتمش امتصاصها بشكل سليم، فتقوم حضرتك أول ما تنزل تشوف أعراض نقصهم تقوم جايب عناصر وحاططها، فتقوم تزود البلاطين لأن أنت بتزود الملوحة، العناصر موجودة وأنت بتزود تركيز العناصر أكتر في التربة. فاحنا مهم جدا نحدد الأول النقص ده هل هو نقص مباشر ولا نقص غير مباشر، وده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة بتاعت النهاردة. وخلينا أنا برضو نبقى يعني في النقطة دي نذكرها، إن أنت أيا كان كعنصر بشري بتحدد أو بتشخص إصابة، مش مطلوب منك إن أنت تديني نتيجة 100%، لازم لازم تحتاج للتحاليل، سواء تحاليل الأوراق أو الأجزاء النباتية يعني، أو تحليل التربة والمياه. طبعا دي احنا خلينا نقول ان نسبة كبيرة جدا من الزراعات، يعني الناس اللي بتزرع 50 فدان و20 فدان و10 فدادين و5 فدادين و100 فدان و200 فدان كمان، محدش بيروح بنسبة كبيرة من المزارعين التقليديين يحلل الأوراق بشكل دوري، ولكن النهاردة طبعا في أنظمة وفي مزارع كتير شغالة ده بشكل دوري، تحليل العناصر، بحيث ان لو وقت ما بيحصل دروب في امتصاص عنصر معين، احنا شغالين ببرنامج تسميدي وشغالين بمعادله اسمديه مظبوطه، المفروض ان طول الوقت التوازن يبقى فيه توازن للعناصر كامله في الاوراق، لما يجي اعمل تحليل في دور التحليل والاقي فيه عنصر حصل فيه خلل، اذا فيه خلل حصل في المنظومه بتاعتي، سواء بقى في عدم توزيع التسميد او الري، سواء في درجات الحراره، سواء في التربه، سواء في اصابات موجوده، ايا كان بنعرف ان فيه خلل وبنبدا نتتبعه ونعرف مصدره فين. فاحنا بنجتهد على قد ما نقدر بان احنا نشخص بنفسنا الاصابات، ولكن من المفترض ان طبعا يكون في تحاليل بنقدر نحتكم ليها وناكد التشخيص بشكل افضل. الصعوبات اللي انت هتواجهها لما تتعرض لاعراض نقص عناصر، يعني انت هتنزل وهتشخص اعراض نقص عناصر، في شوية صعوبات كده انت ممكن تقابلها. اولا في تشابه في الأعراض، فسواء في زيادة أو النقص، يعني مع أعراض الإجهاد الناتج من عوامل بيئية. يعني على سبيل المثال في الوقت الحالي مثلا في ثمار المانجا، مثلا في المانجا اللي موجودة دلوقتي، في بعض الناس بتشتكي إن المانجا بعد الحصاد كمان، بعد الحصاد بيحصل فيها تشققات
احيانا بيحصل على الشجر، لو هو مثلا اتاخر عليها في الحصاد شويه وحصل نضج كامل على الشجره فبيحصل تشققات وانفجارات في الثمار، ودي بتحصل في اصناف كتير. بنتكلم على الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. طيب عرض زي ده اي حد هيقولك ده زياده نيتروجين، ده زياده تسميد ازوتي، في حين ان هو ممكن يبقى اضطراب مائي، اضطراب في عمليات الري، النبات اتعرض لعطش وشرب. يبقى هنا في تداخل ما بين عرضين، ممكن يبقى زياده او نقص في عنصر، او ممكن يبقى عوامل بيئيه. ممكن مثلا عندنا حصل خلل في البوتاسيوم والكالسيوم، نسبه الكالسيوم والبوتاسيوم، حصل نقص في عنصر النحاس، حصل عندي التفاف في الاوراق، ده احنا هنشخصها نقص عنصر او نقص عناصر. ارتفاع في درجات الحراره، الورق بيبدا يلف او بيبدا يقلل من السطح المعرض للنتح، فبيبدا يحصل التفاف في الاوراق. عندي العرضين شبه بعض، فاول مشكله ان في تشابه في الاعراض ما بين الاجهاد البيئي وما بين نقص العناصر، وانت المفروض ان انت تحدد هو مين فيهم، وهنعرف ده دلوقتي ازاي. تعرض النبات لنقص او زياده في عدد من العناصر الغذائيه في نفس الوقت، يعني النبات بيجي له نقص في كذا عنصر في نفس الوقت، بنقول عليه النقص المركب. يعني انا ممكن يبقى عندي مثلا نقص حديد ونقص زنك ونقص منجنيز ونقص مغنيسيوم، نقص كله. اول ما المهندس بينزل وبيشوف مثلا التبقع الشبكي اللي هو ما بين العروق يعني في اصفرار، احنا ما حدش بيقول نقص زنك، وما حدش بيقول نقص حديد، وما حدش بيقول نقص مغنيسيوم، احنا بنقول نقص عناصر صغرى. ما هو اصل احنا ما مين فيهم، ما هم كلهم شبه بعض. فدي تاني مشكلة، ان انت ما بتبقاش عارف تأكيوريت قوي العنصر اللي ناقص، لان في تشابه ما بين العناصر وبعضها، وممكن يكون كذا عنصر ناقصين في نفس الوقت فيديك اعراض مركبة. عدم تشابه اعراض النقص او زيادة لبعض الاصناف المختلفة لنفس المحصول، يعني انا عندي مثلا اصناف جزر، الجزر فيه اصناف كتير، الطماطم فيها اصناف كتير، البطيخ فيه اصناف كتير، احيانا بعض العناصر بتنقص مثلا في صنف ما، يديني بعض الاصناف تتاثر ويحصل لها مثلا تشققات. يعني مثلا في بعض اصناف الطماطم لو حصل نقص في الكالسيوم بتلاقي الطماطم مش بتتحمل خالص، وبيحصل فيها انفجارات بدون ذكر اسامي الاصناف عشان ما نزعلش الشركات. بتلاقي الصنف بدا يحصل فيه تشققات وانفجارات، في حين ان في صنف تاني ما بيحصلش فيه ده. فهنا الاصناف نفسها لنفس النوع مش زي بعضها في استجابتها لزيادة أو نقص العناصر. وبناء عليه فأنت ما تقدرش برضو، أنت مش عارف تمشي على قاعدة قوي، لأن الأصناف مش زي بعضها، فأنت مش مثبت، مش هديك مثلا داتا لما تشوف ديت يبقى كذا، لأن العرض ده ممكن يظهر في صنف وما يظهرش في صنف تاني. تعرض الأعراض، تعتبر الأعراض الظاهرية النقص أو زيادة العناصر الغذائية مؤشر متأخر نسبيا عن الحالة الغذائية للنبات. يعني أنت كراجل ماسك مزرعة أو ماسك مسؤول عن إدارة زرعة معينة، أنت عشان توصل، إن لو أنت مسؤول عنها من البداية، إنك توصل إن يظهر أعراض نقص عناصر صغرى، البرنامج بتاعك فاشل. أنت حصل عندك خلل وأنت ما خدتش بالك منه، لدرجة إنه وصل إن الأعراض ظهرت على النبات. يعني إيه؟ يعني ممكن يظهر أعراض نقص وما تظهرش على النبات؟ طبعًا ممكن النبات يكون متعرض لنقص من عنصر معين بما يؤثر على انتاجيته دون ان يظهر اعراضه على النبات. ودي كتير جدا جدا بنشوفها، يجي مثلا مزارع اقول له الارض يا عم انت ما اديتش بوتاسيوم ازاي؟ ما بيحطش بوتاسيوم خالص. اي نبات في الدنيا، اي منطق يقول ان احنا لازم ندي بوتاسيوم؟ فيقول لك تنزل الارض ما بتلاقيش اعراض نقص بوتاسيوم، ما فيش احتراق حواف الاوراق، ما فيش، مش اللي هو الاعراض العامه لنقص البوتاسيوم مش واضحه، بس الارض ما خدتش بوتاسيوم. مستحيل الانتاجيه تبقى زي الانتاجيه الارض اللي خدت الوحدات الكامله بتاعتها. بتلاقي عشان كده بنلاقي في ارض مثلا طماطم، يقول لك مثلا لو هنتكلم بالعدايات، في ارض جابت 2200 عدايه وارض تانية جابت 1200 عدايه لنفس العروه. فالتفاوت الكبير ما بين الانتاجيات لنفس الانواع، فهي في الغالب بتبقى خلل في برامج التسميد بما لا يظهر اعراضه على النبات. بيبقى طول السنه الزرع شكله كويس ما فيهوش حاجه، وده احنا اتكلمنا عنه في محاضره من حوالي 3 4 محاضرات، قلنا ان احنا عندنا فرق ما بين عوامل النمو وعوامل الانتاج.
قد تتوفر عوامل النمو بشكل كامل بما يسمح للنبات انه يبقى عايش بشكل كويس ما يظهرش عليه اي مشكلة، ولكن عوامل الانتاج اللي احنا قلنا منها التسميد والري بشكل كويس، في عوامل انتاج بقى انا عايزه ازود الانتاج، شجره الطماطم اللي بتجيب في 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 في, في الزهور البري 3 كيلو انا عايزه اشيلها 10 كيلو مثلا على سبيل المثال يعني. فاحنا دي مشكله ان انت اصلا تظهر عندك اعراض نقص، لان ده معناه ان انت في عندك خطا فادح انها توصل ان الاعراض تظهر يعني. وان كانت يعني هي ميزه، لان انت لو فضل العرض ما ظهرش قدامك انت هتفضل شغال وكأن شيئا لم يحدث ومش هتزود العنصر اللي ناقص، ولكن هنقول ان هي خطأ فادح بس ورحمة ان انت اول ما بتشوف العرض بتبدأ تاخد بالك في برنامج التسميد وفي الرش. انتوا معايا يا جماعة؟ مع حضرتك يعني انتوا معايا ولا معاك يا فندم؟ طيب يعني من وقت عشان انا بخاف النت يفصل يعني. لا اتفضلي معاك يا فندم. تمام. طيب مصطلحات بقى وصف اعراض مشاكل تغذيه النبات. يعني احيانا في بعض المهندسين بيحب يعمل شيت، يعملوا شيت كده لما بينزل ارض. الشيت ده خلينا نقول ان هو يعني بيعمله لنفسه مش بيعمله لحد، بيبقى ماشي كده في الارض مع شيت عشان ما ينساش، عشان ما يشوفش حاجه وينسى هو شاف ايه، فيبقى عامل شيت كده لنقط. النقط دي اللي هي المفروض المصطلحات وصف الاعراض، ايه الاعراض اللي انت هتنزل تشوفها. زي كده لما بعد الشر حد يجي يدخل يعمل عمليه، فدكتور التخدير بيبقى ماسك شيت كبير كده وبيساله شويه اسئله، انت عملت كذا، طب الحاجه الفلانيه عندك اعراض كذا، عندك اعراض كذا، شيت زيه كده بالظبط. طيب اول حاجه ضعف النمو بشكل عام. يعني احنا نقول النبات بيعاني من ضعف في النمو، حاله ضعف في النمو. ضعف النمو في الغالب بيسببه العناصر اللي ليها علاقة بالتمثيل، التمثيل العناصر أو التمثيل الضوئي داخل النبات. النبات ما بيبقاش بنى بروتين، يعني ما بيبقاش فيه بناء للبروتين بشكل جيد أو بشكل سليم، فبالنبات بشكل عام بنقول ضعف عام. حجم النبات مش هو الحجم الطبيعي بتاعه، عدد الفروع مش هو عدد الفروع الطبيعي، ضعف عام. ده اللي هو بنقول عليه المصطلح الاول ضعف النمو. يبقى اول حاجه، اول نقطه، حاله النبات او ضعف، حاله الضعف. هل النبات ده الحجم الطبيعي بتاعه، عدد الفروع بتاعته طبيعيه، حجم الورق بتاعه طبيعي، طول الساق طبيعي، ده اللي احنا بنقدر نحدد بناء عليه ضعف او قوه النمو. الاصفرار العام، حاله الاصفرار العام دي في الغالب طبعا بتبقى ليها علاقه، الاول ضعف النمو دوت اكتر حاجه بتبقى مسؤوله عنه النيتروجين والمنجنيز والفوسفور. بالنسبه للاصفرار العام اكتر حاجه طبعا بتاثر على بتديني حاله الاصفرار العام برضو هو النيتروجين. الفكره اللي احنا عايزين نفهمها ان النبات او ورقه النبات هي منتجه للصبغات الخضراء والصفراء والقرمزيه او البنفسجيه او الحمراء. الصبغات دي الثلاثه موجودين في الورقه. الفكره ان لما بيظهر الاصفرار العام او بنلاقي الورقه بدا يبقى لون قرمزي او النبات بيبقى ورقه اخضر داكن او زياده الصبغه الخضراء، الفكره ان احنا المفروض في حاله التوازن بتبقى الصبغه الخضراء هي هنقول عليها ليها السياده في اللون، هي واخده السياده. لو حصل خلل ونقص في التمثيل الضوئي ونقص في عمليه البناء الضوئي بيبدا يقل تكوين الكلوروفيل اللي هي الصبغه الخضراء، ويبدا يظهر اللون الثاني، اللون اللي بعده اللي هو اللون الاصفر. طيب في حاله خلل اخر من نوع اخر، مثلا حصل عندي بروده او حصل عندي نقص فوسفور، بيبدا يظهر الصبغه الثانيه اللي المفروض ما يبقاش ليها سياده، هي اللي بتاخد السياده بسبب نقص العنصر ده وهي اللي بتظهر. فالصبغات دي كلها موجوده في النبات، هي موجوده طول الوقت، هي موجوده، بس سياده صبغه منهم على اخرى ده معناه ان حصل خلل في التغذيه. الاصفرار العام، النيتروجين هو اللي بيودي الاصفرار العام، سواء بقى تأثير مباشر أو غير مباشر، موجود ولكن في صورة غير ممتصة أو أصلاً ما تمش إضافته في التربة. اصفرار ما بين العروق، ودي طبعاً العناصر الصغرى، الحديد والزنك والمنجنيز. بس هي عندي هنا
الاصفرار ما بين العروق هو ليه صورتين، الاوراق العريضه اللي هي النباتات عريضه الاوراق، والنباتات رفيعه الاوراق، الاوراق الشريطيه. بنلاقي مثلا اعراض نقص المغنيسيوم او الزنك في الذره على شكل ايه؟ خطوط متوازيه، ولكن نفس العناصر دي ناقصها في الاوراق عريضه الاوراق، بيبقى شبكي كده يعني اصفرار ما بين العروق. العروق بتبقى لونها اخضر، وما بين العروق بيبقى لونها اصفر في شكل شبكي منتظم شويه. تلون البنفسجي المحمر، وده طبعا بيحصل في الغالب مع انخفاض درجات الحراره او نقص عنصر الفوسفور. البقع الميته، ودي بتحصل دايما مع نقص عنصر المغنيسيوم والمنجنيز. طيب، مصطلحات وصف طريقه توزيع وانتشار العرض. يعني انا دلوقتي عندي اصفرار، او عندي اصفرار ما بين العروق، او عندي بقع ميته، طريقه التوزيع ازاي؟ هل الاعراض عامه؟ يعني النبات بالكامل في المشكله، ودي دايما بتحصل في حاله تاخر، يعني خلاص كده انت في المراحل الاخيره، ان النبات يوصل بالكامل للون ده، انت كده في المراحل الاخيره. ولا الاعراض دي محدده في اماكن معينه، لوكالايزد، يعني موجوده في جزء معين من النبات، ولا موجوده في منطقه معينه من الارض؟ هل في يعني تموضع او تموضع للاصابه دي مش منتشره، وهل التموضع بتاعها ده مرتبط بالاتجاهات المناخيه، ولا ده تموضع عشوائي؟ كل ده احنا بنحطه في الاعتبار، ده برضو هناخده دلوقتي او هنعرفه دلوقتي، ازاي ممكن احدد او بالظبط اوصل للاصابه دي بناء على موقعها في الارض. الاعراض بتتحرك ازاي؟ هل هي في تحرك في اتجاه معين من الاوراق السفلى للاوراق العليا، ولا من الاوراق العليا للاوراق السفلى؟ لان في عناصر عندي متحركه وفي عناصر عندي غير متحركه، دي ليها اعراض ودي ليها اعراض. نفس الاصابه، احتراق حواف الاوراق السفليه، دي عباره عن عرض او نقص عنصر. احتراق حواف الاوراق الحديثه، دي مشكله تانية وفي عنصر اخر. اتجاه الاعراض من فوق لتحت محدد قوي جدا المشكله اللي عندك، مين العنصر المتسبب فيها، ولا الاعراض اللي عندك دي لا تتحرك في اتجاه معين، هي ثابته في مكان معين. مثلا هنقول في جزء معين من النبات، ومفيش ليها انتشار تدريجي. طب انا بعرف منين الانتشار التدريجي؟ انا دلوقتي نزلت ارض فيها مثلا حركه تدريجيه من اعلى لاسفل، فانا هلاقي شجره فيها اول البرج الاولاني مصفر، والتاني بادئ فيه اصفرار اقل منه شويه، وفي شجره تانيه جنبها فيها حاله متقدمه شويه، اول برجين مصفرين والتالت ها شويه، يبقى انا هاخد بالي بالعين كده، اول ما هتبص بعينك هتعرف ان الاصابه جايه من فوق ونازله لتحت. طيب، التبقع، كلنا عارفين التبقع، يعني بيبقى فيه احيانا بقع يا اما منتظمه او غير منتظمه، ودي بيبقى ليها تشخيص ودي بيبقى ليها تشخيص. حركة العناصر داخل النبات، ايه هي يا جماعة العناصر المتحركة؟ نيتروجين، بوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، تمام. الكالسيوم. لا، الكالسيوم غير كالسيوم مش متحرك، متحرك. ايوه انا بقول غير بالظبط، متحرك. ايوه. طيب، يعني ايه عنصر متحرك؟ بينتقل تركيزه العالي من الأوراق المسنة إلى الأوراق الحديثة في حالة تمام، نقصه، في بناء حالة عليه، وبناء عليه بتظهر اعراض نقصه فين؟ الأوراق المسنة. الله ينور عليك. والعناصر الغير متحركه زي ايه؟ كالسيوم تمام والبورون تمام الحديد معانا، والحديد، الحديد أيوه، والمنجنيز. لا، المنجنيز وسط. الزنك، الكالسيوم والحديد والزنك والمنجنيز والبول. والنحاس والبورون. تمام تمام، ودي معناها ان هي
ما بتتنقلش من الاوراق المسنه للاوراق الحديثه، ما بتنتقلش من اماكن تخزينها في الاوراق المسنه الى الاوراق الحديثه، وبناء عليه بتظهر اعراضها فين؟ الاوراق الحديثه. الاوراق الحديثه. يبقى بمنتهى البساطه العناصر المتحركه هي عناصر اول ما بتبدا تقل في النبات بتطلع من اماكن تخزينها في الاوراق القديمه او الاوراق المسنه وبتتجه للاوراق الحديثه، فتبدا تظهر اعراضها فين؟ في الاوراق المسنه. الاوراق المسنه. العناصر غير المتحركه العكس، هي يعني لو حصل فيها نقص ما بتتحركش من الاوراق المسنه وبناء عليه بتظهر اعراضها في الاوراق الحديثه. ايه هي بقى العناصر الوسطيه؟ المغنيسيوم. لا، كبريت. برافو، الكبريت والزنك والمنجنيز والنحاس احيانا بنعتبرهم عناصر وسطيه. بمعنى يعني ايه عناصر وسطيه؟ يعني ممكن تبقى متحركه وممكن تبقى غير متحركه. ايه ايه المسيطر او ايه اللي بيوجههم يبقوا كده او كده؟ النيتروجين. طب ايه علاقه النيتروجين بيهم؟ لو النيتروجين ناقص في النبات، لو النيتروجين ناقص في النبات بيحصل عمليه ايه؟ بيحصل عمليه هدم للبروتين، هدم للبروتين عشان يطلع لي احماض امينيه ويبدا، ما هو النيتروجين ده اللي هو بيعمل احماض امينيه، في نقص نيتروجين يعني في نقص في الاحماض الامينيه. طيب يبقى اول ما بيحصل نقص في النيتروجين بينتقل ازاي وبيروح اماكن الحديثه؟ بيحصل هدم في البروتين في الاوراق المسنه وبتنتقل لفين؟ عبر اللحاء، وبتروح فين؟ للاوراق الحديثه، اماكن اللي محتاجاها دلوقتي. في حاله نقص النيتروجين وانتقال الاحماض الامينيه من الاوراق المسنه بيرتبط بيها العناصر دي، الكبريت او الزنك او المنجنيز او النحاس يرتبطوا بالاحماض الامينيه وهم سهل الارتباط بيها، وبينتقلوا معاها للاوراق الايه؟ الحديثه. دي بيتحولوا لعناصر ايه؟ متحركه. احيانا بعض الناس يقول لك لا يا عم، نقص الكبريت بيظهر على الاوراق الحديثه مش الاوراق المسنه. لا، هو صح، هو اللي بيقول كده صح، واللي كبريت اللي بيظهر على الاوراق المسنه صح. طب لو انا ما عنديش نقص نيتروجين، ما عنديش تكسر للبروتين، ما عنديش انتقال للاحماض الامينيه من الاوراق المسنه الى الاوراق الحديثه، هتبقى عناصر غير متحركه، وبيفضلوا، الله ينور عليك، وبيفضلوا موجودين في الاوراق القديمه، بتبقى عناصر غير متحركه، تظهر اعراض نقصها في الاوراق المسنه. لو العكس حصل، نقص في النيتروجين تظهر اعراض نقصهم، لو حصل نقص في النيتروجين تظهر اعراض نقصهم في الاوراق المسنه، لو ما حصلش نقص في النيتروجين تظهر اعراض نقصهم في الاوراق الحديثه. تمام يا فندم. طيب، اعراض نقص او زياده بعض العناصر الغذائيه. يا دكتور بعد اذنك، احنا طبعا الكلام ده خدناه يعني، بس ايه، هنقول ملخص كده. لو قلنا من الاوراق القديمه للاوراق الحديثه، لما يبقى عندي اصفرار عام على الورقه، نقص نيتروجين. تلون بنفسجي على السطح السفلي للاوراق، طبعا نقص فوسفور. اصفرار ما بين العروق، مغنيسيوم. الكلام ده من الاوراق القديمه للحديثه. اصفرار على حواف الاوراق، اما تسمم ملحي، اما نقص بوتاسيوم، او تسمم بالبورون. وطبعا احنا بنقول ان البورون عنصر ايه؟ غير متحرك. غير متحرك، يبقى طبيعي ان لو زاد تركيزه هيحرق مين الاول؟ الاوراق المسنه. تمام. طيب، من الاوراق الحديثه للاوراق القديمه، اصفرار عام للاوراق الحديثه، كبريت. وطبعا احنا قلنا الكبريت ده قد يحتمل الاثنين على حسب حاله النيتروجين. موت براعم الاوراق، يا اما نقص بورون او تسمم بالامونيوم. اصفرار ما بين العروق، حديد، زنك، منجنيز، ونحاس. اصفرار على حواف الاوراق، كلسم او تسمم بالامونيوم. طيب، ممكن نقطه البراعم ثاني يا دكتور؟ ايه نقطه البراعم ثاني؟ حضرتك ذكرت البراعم، موت البراعم. موت البراعم بيبقى نقص في البورون. احنا اتكلمنا قبل كده ان البورون دايما شغله في اماكن الميرستيميه. لما بيحصل عندي موت في البراعم، وهو كمان ممكن يبقى، بس احنا عندنا لو نقص الكالسيوم مش بيبقى موت بقى في البراعم، نقص الكالسيوم بيعمل لي ايه؟ اصفرار. لا، تشوه. تشوه. عدم تشوهات في النموات الحديثه. عدم تبقى ملويه لفوق كده احيانا. ايه؟
انا في حد اللي بيتكلم صوته بعيد يعني يحاول. ايوه ده انا معلش انا تايه يا ناس. تمام. انا عبد الرحمن. بتبقى الورقه ملويه لفوق احيانا طبعا مش اوهام بالظبط. لا فكره بقى التواء الورقه في نقص الكالسيوم دي بتبقى سببه ايه؟ ان انت عندك بيحصل زي هنقول شبه ضمور في النمو الميرستيمي اللي هو عند الحواف دي المنطقه دي بيبقى فيها ضمور شويه في النمو فبتلاقيها كده تبدا ايه عارف انت لما تيجي تدكك حاجه فبتبقى تلاقي الورقه عامله كانها متدككه من على اطراف الورقه فبتبقى موقفه الورقه. طب نصل الورقه مستمر في النمو يعني الورقه نفسها سطح الورقه مستمر في النمو من جوه هو كده دي الاوراق القديمه شويه او الخلايا القديمه شويه فهي مستمره في النمو ولكن اطراف الورقه حصل لها ايه؟ حصل لها ضمور بتبقى عامله شبه متدككه كده محروقه ممكن بعد كده تتجه للون البني وبتبقى محروقه شويه ومديه التواء. ليه بتدي التواء؟ لان الورقه عماله بتكبر ودي واقفه دي نموها واقف فبتلاقي الورقه تبدا تلتف لفوق او تلاقي الورقه عامله بقت عامله شبه الكوبايه كده الاواني يعني انتوا فاهمين المنظر يعني عامله شبه الطبق الغويط كده انت الحواف بتاعته طالعه لفوق والطبق من تحت مسطح او المسطح بتاعه حجمه كبير فده بيحصل في بالنسبه لنقص الكالسيوم يعني مساله احتراق الحواف او كرمشه الحواف في حاله نقص الكالسيوم. موت البرام احنا قلنا ان البورون ليه دور كبير قوي في القمم الميرستيميه فلما بيحصل نقص في البورون بيحصل عندي موت في البراعم وطبعا اتكلمنا برضو عن الازهار والتلقيح يعني احنا مساله اعراض نقص العناصر او زيادتها دي احنا بنراجع بس عليها لعلاقتها بالمحاضره بتاعه النهارده. طيب لو احنا نفكر بعد كده يلا بينا اعراض نقص النيتروجين احدكم يقول لي اعراض نقص النيتروجين كده اصفرار في الاوراق المسنه تمام وايه تاني سريعا بقى لا عايزين بسرعه شويه يا ريت اسرع شويه قله التفريع تمام ها وضعف النمو برافو وصغر حجم الايه الثمار صغر حجم الثمار احنا قلنا النيتروجين ده الاحماض الامينيه هو ده الجسم بتاع النبات فانا عندي يجي مثلا حد في مراحل التحجيم يجي هيفضل يحجم في الثمار بس هو مش راضي يتحجم ومستحيل تحجم لو ده لها طن بوتاسيوم مش هتحجم هو البوتاسيوم ده محتاج خلايا يحجمها طب لو انا ما عنديش عدد خلايا كافي ما هو نقص النيتروجين في بدايه النمو بيؤدي ليه ان النبات دوت بيبقى عدد الخلايا بتاعته مش كبيره بدايه النيتروجين هو المسؤول عن زياده عدد الخلايا في النبات هو اللي بيعمل الاحماض الامينيه هو اللي بيعمل الاجزاء النباتيه فانا عشان كده احنا بنقول ان النيتروجين في البدايه بيبقى دوره هو اقوى وياتي طبعا البوتاسيوم معاه من اول يوم بس احنا بنقول التركيزات يعني البوتاسيوم بعد كده تركيزه هو بيزيد علشان بيبدا يملى الخلايا اللي النيتروجين عملها وليس العكس ما ينفعش انا اجي ادي نيتروجين في الاخر اعراض بقى زياده النيتروجين مين يقول لي عليها لو انا اديت نيتروجين زياده عن اللزوم يحصل ايه غضاضه في غضاضه في الاوراق وزياده في طول السلاليات وضعف عام النبات مش هنقول ضعف عام بقى مش هنقول ضعف عام هنقول كل في الكزيه بيبقى هزيل في هزاله النبات احنا بنقول عليه كده بيبقى مهيف طارق مهيف ايوه بتلاقي نموات هايفه هو واخده طول ولكن ما فيهاش سماكه ما فيهاش رد يعني بابا. بالظبط كده وبالنسبه لو انا عندي ثمار او عندي ازهار طبعا الازهار هتقع هيحصل تصفق عشان ايه عشان النيتروجين لما انا بزود النيتروجين فهياخد طاقه النبات ويوجهها لنمو ايه او لبناء ايه لبناء النمو الخضري الطاقه دي النبات اصلا في الوقت ده كان محتاجها لايه للتجويد على نقص الطاقه النبات هياخد الطاقه يوديها للنمو الخضري ويقلل معاك الطاقة اللي رايحة للتزهير والعقد وبناء عليه يحصل عندك فشل في العقد وفي التزهير وعشان كده ما بنوصيش بالتسميد النيتروجيني بنسبة كبيرة في مراحل التزهير والعقد وعدم استخدام بعض المصادر زي اليوريا في مراحل التزهير والعقد. طيب الفوسفور أعراض نقص الفوسفور إيه؟ بطء النمو تحول النمو بالظبط تمام البراعم تسقط
تمام. طيب وفي الغالب بيزيد اعراض نقص الفوسفور في درجات الحراره الايه؟ منخفضه. منخفضه المنخفضه. اكتر عضو في النبات بيتاثر بنقص الفوسفور ان عضو؟ اثنين عضوين، الجذر والزهره. الجذر والزهره، برافو عليكم. انا لو حصل عندي نقص في الفوسفور، الفوسفور هو اللي بيتكون الجذر، او احنا اتكلمنا عن دوت الفوسفوليبيز والنفاذيه وامتصاص الجذور. لما بنقول ان الفوسفور بينشط الجذور، يعني ايه بينشط الجذور؟ ما هو المسؤول عن تكون الفوسفوليبيدز، هو اللي بيدخل في الفوسفوليبيدز. لو انا الطبقه دي عندي ما اتكونتش بشكل سليم، ولما اخذنا انتقال العناصر كنا بنقول ايه؟ ها، ان اغلب العناصر اللي بتعدي، او اغلب المواد، مواد عضويه، المواد العضويه دي بتمر في ايه؟ عبر الفوسفوليبيدز. على فكره انا بعمل لكم مراجعه عشان الامتحان، انا الامتحان قرب، فانا قلت اما ادخل لكم شويه حاجات عشان اقلب المعلومات. تمام، فانتوا خليكم معايا، والا انا هوقف المراجعه خالص. لا 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 تمام ما شاء الله. ها، كنا بنقول ان في ممرات بروتينيه بتدخل الايه؟ العناصر العضويه، والفوسفوليبيدز بتدخل المواد العضويه. طب لو انا حصل عندي مشكله في منطقه الفوسفوليبيدز النفاذيه، هيحصل فيها العضويه انا ايه؟ هيبدا يقل الامتصاص، يقل الانتقال العناصر داخل النبات. عشان كده بنقول ان الفوسفور منشط، هو مش منشط للجذور، هو منشط لعمليه الامتصاص. اعراض نقص البوتاسيوم، تراكها في الاوراق. تمام، تقزم النبات. تمام، مش هنقول تقزم، مش هنقول تقزم، عشان التقزم ده السلميات بتقول. لا، السلميات دي اللي بتتكلم على الزمت كده، احنا كده هنخش في الزمت. طب نقول بقع اللي بتطلع دي الصفراء والبرونزيه على ورقه؟ لا، البقع ديت انت بتتكلم كده مغنيسيوم ومنجنيز. بشكل عام نقص البوتاسيوم بيديك قله في التفريعات، ضعف في السقان. النبات احنا بنقول عليه كده، الفلاحين يجي يقول لك الساق مثلا غليظ، يعني واخد غلاظه، او ممخمخ، يعني في لفظ كده بيقول عليه الساق ممخمخ، لما بيبقى واخد البوتاسيوم بشكل. وايه صدى الصوت ده؟ ضعف عام في النبات بسبب، ضعف عام في النبات طبعا، وصغر حجم الثمار طبعا. انت ممكن تبقى انت ما شاء الله اديت نيتروجين كتير ومظبط عدد خلايا كويس، بس انت ما اديتش بوتاسيوم يعمل لها امتلاء كامل. الثمره اللي ممكن توصل معاك ل 100 جرام وصلت معاك ل 60 جرام، يبقى انت حصل عندك نقص في المحصول كام في الميه؟ 40%. 40%. فالبوتاسيوم احنا هنقول عليه طبعا هو دوره من اول يوم، لان دور البوتاسيوم جوه النبات مش مجرد، هو طبعا دوره في التحجيم، هو ما بيكونش حاجه وما بيدخلش في تكوين حاجه، ولكن هو ناقل جوه النبات، او هنقول ان هو المضخه، المضخه الاسموزيه متوقفه على البوتاسيوم. فاحنا هنقول ان هو من اول يوم دوره موجود للانتقال داخل الخلايا، ولكن دوره بقى بيكبر قوي في وقت امتلاء الخلايا. هو ده الوقت اللي احنا محتاجينه بكميات كبيره عشان يقدر يخدم على كل عدد الخلايا اللي موجود عندي ويعمل لها عمليه امتلاء. طيب اعراض نقص المغنيسيوم سريعا سريعا كده، الاختلاط بين العروق في حواف الورم. تمام، يعني لا مش حواف الورم، مش حواف الورم، ما بين العروق، ما بين العروق، ما بين العروق في حال الاوراق العريضه، قلنا وفي بقع ميته، وبيبقى فيها بقع ميته، زيه بيشترك مع المنجنيز في البقع الميته. وطبعا بيختلف ما بين عريض الاوراق او طويل او رفيع الاوراق الشروطيه، الاوراق الشروطيه بالظبط. اعراض نقص الكالسيوم، عدم اكتمال نمو في الكلى. ايه؟ نقص الاطراف وعدم، تمام، التكون. ها، بالنسبه للمستمية بيحصل فيها تشوهات، بالنسبة للثمار بيحصل فيها تشققات أو عفن القمة الزهري زي اللي بيحصل في الطماطم. عفن الطرف الزهري، عفن الطرف الزهري. تمام، وبيحصل والأوراق بتحصل لها بعض رقة. تمام، رقة في الأوراق والسقان. طبعا هو لأنه مسؤول عن الانقسام، فهو برضو بيديني نقص شوية في طول، او يعني بيقلل شويه من الاستطاله معايا. وزياده سمك الجذور، والنقطه دي ركزوا فيها، زياده سمك الجذور
مما يؤدي الى انخفاض الكفاءه الامتصاصيه. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، قلنا ان الامتصاص او انتقال العناصر بيتوقف على الايه، على سي اي كي ريشيو، نسبه الكالسيوم للبوتاسيوم. فلما بينقص الكالسيوم او بينقص البوتاسيوم بيأثر على النسبه دي، وبناء عليه تتأثر عمليه الانتقال وعمليه الامتصاص. بالاضافه الى ان الكالسيوم مسؤول عن القمم الميرستيميه، اكتر منطقه في الجذر مسؤول عن الامتصاص هي ايه؟ القمم الميرستيميه اللي في الجذور. طب لو دي حصل لها تشوه وحصل لها عدم بناء جيد، يبقى مش هتمتص، انا ما عنديش امتصاص. يبقى انا اول مشكله بتقابلني في حاله نقص الكالسيوم بتبقى مشكله عويصه جدا، لان نقص كالسيوم لما تيجي بعد كده، لا يعني احيانا عشان كده بنقول ان لما قلنا الكلام ده قبل كده، ان المهندس ياخد القرار هل الاضافه هتبقى مجديه ولا غير مجديه. انت ممكن توصل بالاعراض، وصلت لمرحله ان انت مهما تضيف ما بتاخدش كامل الجدوى الاقتصاديه من الاضافات بتاعتك. انت بتدي مثلا 10 كيلو كالسيوم او 10 كيلو ايا كان السماد، النبات ما يمتصش منها غير 30%، لان حصل ضمور في مناطق الامتصاص، حصل ضمور في جذور الخلايا، حصل ضمور في القمم الميرستيميه، الاماكن دي حصل لها ضمور بنسبه كبيره، مش هيخليك تستفيد من كامل التسميد اللي انت بتضيفه. وعشان كده تاخر برنامج التسميد عن مرحله معينه لن يجدي نفعا مهما رجعت وزودت وجبت اي حاجه بعد كده. طيب اعراض نقص الكبريت، ها، ضعف في النمو، تاخير في النضج، واصفرار عام. اصفرار عام تمام. ولسه متكلمين ان هو ممكن يبقى متحرك او غير متحرك، قلنا ده من شويه. اعراض نقص العناصر الصغرى بشكل عام بنقول ان هي بتبقى الاصفرار الشبكي او الشريطي على حسب نوع النبات. هو النهات طيب. بس اللي فيه اختلاف شويه ايه؟ اعراض نقص النحاس ممكن، هو اعراض نقص النحاس بيجي لي بردك على الموالح، بلاقي فيه زي بقع مثلا صمغيه. اعراض نقص النحاس، لا بص، البقع الصمغيه طبعا انا مش بتاعت امراض، بس خلينا نقول لو احنا من ناحيه التغذويه، يعني نقص النحاس بيخلي يعني لون الاوراق بشكل عام بيتحول للاخضر الفاتح، وممكن يعمل عملية الموت الرجعي بتظهر في النباتات. وأكتر بالنسبة لنا في المحاصيل أو الخضر، أكتر حاجة حساسة النقص النحاس محاصيل الحبوب، وبيحصل يعني الأوراق بتلاقيها حجمها صغير شوية، وأحيانا بيحصل التفاف في الأوراق. اه ماشي. بالنسبة للجمح، بالنسبة للجمح بتبقى السملة اللي هي طالعة من ورقة العلم بتبقى لابسة. تمام. السنبله بتطلع من ورقه العالم بتبقى لفه، بيبقى ده نقص نحاس. يعني تمام ماشي. طيب فحص ظاهره غير طبيعيه عن نمو المحصول، ايه الاعراض الغير طبيعيه اللي انت ممكن بتحصرها لما تيجي تنزل تشخص اصابه، واللي ممكن يتحكم فيها اكتر من عامل، مش شرط تبقى بعامل واحد. اولا اللون، سواء الاوراق او الافرع او الثمار. اللون، الشكل، هل البراعم شكلها سليم؟ اصل ممكن عندك نقص الزنك بيعمل لي حاجه اسمها التورد، بتلاقي قصر السلميات، فبتلاقي القمم الناميه عامله شبه الورده كده من كتر ما حصل قصر في السلميات واتجمعت تكتلات، تكتلات، فبتبقى عامله شبه الورده. ده تغير في الشكل المميز للبراعم او الاوراق. قلنا مثلا نقص الكالسيوم ممكن الاقي يحصل التفاف، او نقص النحاس يحصل التفاف في الاوراق، او يحصل صغر في مساحه الاوراق، او نقص في السلميات، او تغير في شكل الثمار، سواء تشوهات او سواء ظهور بعض البقع التعفن او غيره. تغير الخصائص المميزه للجوده، اللون، اغلب العناصر لما بتنقص بيحصل النبات بيبقى لونه بهتان، ما فيهوش لمعه. يعني اكتر حاجه الفلاح لما يجي ينظر الارض بيبص على حاجتين الصبح بدري كده، يقول لك اشوف النبات مشعر، احيانا مثلا نبات زي الطماطم كده بيبقى ليه زغب كده بيبان الصبح او قبل درجه ارتفاع درجه الحراره، واللمعان بتاع الورقه. كل ما الورقه كانت بتلمع، كل ده ما كان معناه ان الورقه دي تمام جدا، مش ناقصها اي حاجه. ممكن تلاقي الورقه لونها باهت شويه ولمعتها قله شويه، ومش ظاهر عليها اعراض نقص، بس هي في حاله عدم توازن. تغير معدل النمو لاي من مراحل النمو المختلفه، يعني انا المفروض معدل النمو بتاعي ماشي برتم معين، انا لقيت زياده مفاجاه في النمو
دي مشكلة. انا بنتج ومحتاج زيادة في النمو، بس لحد معين ممكن يعمل لي مشكلة. يعني لو حصل زيادة في النموات الحضرية مفاجأة، ما ممكن ده يبقى على حساب المحصول الثمري، لو النبات بتاعي محصوله ثمري. لو حصل زيادة في انتفاخ الثمار ممكن يعمل لي انفجارات، انا مش ما هيعمل لي تشوهات كتير، والشيلف لايف للثمار دي ممكن ينخفض جدا. تغيير الفترات المتوقعه لمراحل النمو المختلفه، المفروض مثلا النبات ده زارع مثلا جزر يبدا الصب عند عمر 60 يوم، طب انا 70 يوم 80 يوم 90 يوم والجزر لسه ما صبش. ف من التغييرات دي لما تيجي تنزل الارض انت، دي الحاجات اللي انت المفروض بتلاحظها، اللون عامل ايه، الشكل، خصائص الجوده، معدل النمو بتاع المرحله، الفترة اللي المرحلة اللي انت فيها دي، هل دي فعلا كده الفترة اللي انت المفروض تبقى عليها، ولا النبات ده متأخر في المرحلة بتاعته؟ إلا أنا طبعا، يعني لو أنا الورق الخضري كتير هبقى مبسوطة. ده في زق في ايه انت بتزرع؟ استاذ عبد الرحمن، أيوه لا خد بالك، يعني ما انت ممكن يبقى الخضري بتاعك كتير بس يبقى ضعيف، اي اصابه، اي خلل ميكانيكي في ظروف جويه في بتاعي يضيع لك الدنيا. لا طبعا، اي حتى لو انا محتاج محصول ورقي، انا مش في مصلحتي ان النبات يتجه للنمو ومبالغ فيه، ده معناه ان مواد ضعيفه ممكن تتاثر باي مؤثر. انت احنا اتكلمنا أمراض عندك أو زياده النيتروجين او زياده المواد الخضريه بشكل عام، بشكل مبالغ فيه او بشكل فوق الطبيعي، بيخلي النبات ده عامل يعني زي بالظبط كده، هو ما فيهوش مناعه كده، ما فيش مناعه خالص يعني أمراض وحشرات ممكن. بالظبط. وغير كده كمان، سيبك انت يا سيدي، ربنا سترها معاك، ولغايه ما حصدت النبات ما فيش اي اصابات، بمجرد ما هتحصد النبات، النبات ده مش هيقعد يوم، الشيلف لايف بتاعته هتبقى منخفضه جدا. النمو الجديد ايه ده توصل لحضرتك، ايه النمو الجديد ده، النموات النمو الجديدة ايه؟ الجديد ده النمو يعني بعد مثلا مقطوفه مثلا، يعني لا مش النموات الجديدة، انا بتكلم اللي انت قطفته، انت حصدتها. انت محتاج شيلف لايف بتاعته، انت محتاج الجرجير ده مثلا يقعد يومين ثلاثة مثلا بحالة كويسة، لكن مش اللي هو اول ما بقطفه الاقيه دبل. فترة التخزين. اوكي. ايوه الشيلف لايف. ايه الصعوبات اللي احنا لسه قايلينها من شويه؟ تشابه الاعراض، اختلاف الاعراض من محصول لاخر لنفس المسببات، اختلاف تاثير عوامل الاجهاد المختلفه على اصناف متعدده لنفس المحصول، الكلام ده لسه قايلينه من شويه تقريبا، دي مكرره يعني. اسلوب فحص ظاهره غير طبيعيه على نمو النباتات، ايه الطريقه اللي احنا هنفحص بيها بشكل ممنهج يعني؟ رقم واحد، مدى انتشار الظاهرة، هل هي حالة عامة ولا حالة فردية ولا بقع محدود؟ مبدئيا كده، لو انا عندي الاصابه حاله عامه، في الغالب اغلب الاصابات او اغلب المشاكل الخاصه بالتغذيه لنقص مباشر بتبقى حاله عامه. يعني انت عندك نقص نيتروجين بتبقى حاله عامه، نقص بوتاسيوم انت ما سميتش بوتاسيوم كافي بتبقى حاله عامه. الملوحه، لو الارض، طبعا احنا عندنا الاراضي المصريه ما بتبقاش كلها بقعه واحده، يعني انا بتبقى ممكن فدان واحد فيه اكتر من نوع تربه. طيب لو انا الارض عندي بنسبة كبيرة متجانسة، ممكن من ضمن الحالات العامة الملوحة، ممكن تبقى حالة عامة، وأحيانا في أماكن تانية أو في أنواع أراضي تانية لا، بتبقى بقعة واحدة بس فيها مسيطرة عليها نسبة ملوحة، وبقية الأرض ممكن تبقى وضعها كويس، وبتبقى الملوحة هنا مش ملوحة صوديوم، يعني في الغالب، لأن الأراضي الصوديومية في الغالب بتبقى كلها زي بعضها، ولكن ممكن بتبقى بقعة نسبة كربونات الكالسيوم فيها عالية شوية مثلا، ودي بتحصل كتير. يعني انا في بعض الاراضي نزلتها كانت فيها بقع كربونات كالسيوم صرف تقريبا، يعني فيها منطقه فيها خام كربونات كالسيوم، هي بقع لوحدها في التربه كده. تربه كالسيه. طيب لو هي حالات فرديه متناثره،
حالات فرديه متناثره دي في الغالب حاجه من اتنين، يا اما عندك مشكله في توزيع الري والتسميد، يعني الري والتسميد بتاعك مش مظبوط، يا اما انت مثلا ممكن بتروي تنقيط فالنقطات ما بتبقاش يعني مش كلها شغاله في اماكن مثلا مسدوده، او لو انت بتروي رش، او لو حتى بتروي غمر في اماكن عاليه وحتت واطيه الارض مش مستويه. حالات دي اللي بيحصل فيها حالات فرديه، ان عدم تجانس او عدم مفيش يعني نسبه التوزيع الري والتسميد غير متجانس، او اصابات طفيليه. يعني لو انت عندك الري والتسميد تمام والانتظام تمام وكل حاجه وفي تجانس، يبقى في الغالب هي اصابات طفيليه. وعلى فكره بتتشابه كتير اعراض ما بين الاصابات المرضيه او الطفيليه وما بين اعراض نقص العناصر الغذائيه. طب دي احنا ممكن نفرقها ازاي كده لو بدردشه؟ مثلا احنا لسه قلنا من شويه ان العناصر الغذائيه بتبقى منتشره انتشار عام، حاله عامه في الارض، وحاجه تانيه بيبقى فيها انتظاميه. بمعنى انا عندي مثلا اصفرار في حجر الاوراق اللي هو الاوراق السفليه، لو انا حتى البقعه دي بس اللي فيها اصفرار في البقعه بسبب مثلا الري هنا او في عدم تجانس او غيره، بس بتلاقي الشجره منتظمه في الاصفرار، محيط الشجره كله فيه اصفرار، المحيط كله من تحت الاوراق القاعديه فيها اصفرار. طيب لو انا عندي ندوه، ما هي الندوه بيبقى اصفرار الاوراق القاعديه برضو. الصوت يا دكتوره. لو انا عندي ندوه مثلا، ندوه بدريه او ندوه متاخره، بتبدا الاصابات بتاعتها في الغالب من الاوراق السفليه برضو. ازاي ممكن افرق ما بين اصفرار الاوراق القاعديه الناتج عن نقص العناصر الغذائيه المتحركه، وما بين الاصابات والطفيليات اللي بتيجي في حجر الشجره او في الاوراق السفليه برضو؟ رقم واحد الانتظاميه. حتى يعني احنا هنقول مثلا ان في نقص عناصر في بقعه معينه من الارض، مش الارض كلها حاله عامه، دي بقعه واحده. ازاي افرق ما بين ان البقعه دي اصابه طفيليه ولا اصابه غذائيه؟ الانتظاميه. دايما نقص العناصر الغذائيه فيها انتظاميه. لو انا عندي مثلا اصابه ندوه، ممكن تلاقي ورقه او ورقتين في اتجاه من الشجره، والاتجاه التاني من الشجره ما فيهوش حاجه، ورقه ورقتين بس فيهم اصفرار، وبقيه الاوراق اللي على نفس الموازيه ليها سليمه ما فيهاش حاجه، دي كده اصابه طفيليه. طيب لو اصابه، لو مشكله نقص غذائي، لا في الغالب بتلاقي فيه انتظاميه شويه في توزيع الاصابات. تبقع، في عندي بقع ميته، ممكن يبقى اصابه كاروس مثلا، او ممكن تبقى احد الثاقب المصري، الاصابات ايا كانت الطفيل المسبب ليها. نفس القصه، بيبقى الانتشار على الورقه نفسها في الاصابات الطفيليه غير منتظم. في حاله الاصابات او الاعراض اللي راجعه لنقص العناصر، بتبقى الاصابه على الورقه منتظمه. انتشار الورقه او وجود الورقه مع محيط النبات بشكل عام منتظم، انتشار الاصابه منتظم. الاصابات الراجعه للعناصر الغذائيه في انتظام في انتشارها داخل النبات. يعني ما ينفعش ورقه تصفر في حجر الشجره وتاني يوم الاقي ورقه في نص الشجره ومعديه شويه ورق ما صفروش معايا. لكن ده بيحصل في الندوه عادي جدا. أيوة. بلاقي الحجر الشجره او الاوراق السفليه حصل فيها اصفرار، وورقه في نص النبات حصل فيها ندوه او حصل فيها اصفرار، مفيش تواصل بينهم، مفيش اتصال ما بينهم. العناصر الغذائيه مستحيل، لو حصل نقص في النيتروجين مش هتصفر ورقه في الحجر وورقه في نص النبات ومفيش بينهم تواصل، مستحيل. يبقى بشكل عام خلينا نحطها في دماغنا كده، نقص العناصر الغذائيه فيه انتظاميه، سواء في طريقه انتشاره في الشجره نفسها، سواء في طريقه توزيعه على الورقه. بنلاقي مثلا احيانا بعض الاصابات الفطريه، هنقول مثلا زي البياض
الزغبي والبياض دي بيدونا برضو اصفرار على الاوراق قبل ما بيظهر الهيفات بتاعه الفطر. انا يعني ضحله شويه على فكره في الامراض، انا مش بتاعه امراض، بس ايه هنقول كده ايه بالثقافه بتاعتنا يعني. نفس الاعراض اللي بتظهر، لان بيبقى الاصابه بالامراض الفطريه زي البياض دي او البياض الزغبي بيبقى توقعات، ما بيبقاش زي الندوه مثلا اصفرار في الورقه كلها. بنلاقي ان الورق فيها تبقع شبكي شويه. الفرق بينه وما بين نقص العناصر الصغرى مثلا، تبقع الشبكي في العناصر الصغرى، ان هتلاقي في الغالب الاصابات الفطريه بتبدا في الاوراق الحديثه، الاوراق المسنه. في الغالب دايما الاصابات الفطريه ليه؟ لان دي بتبقى الاماكن الاكثر فيها نسبه رطوبه لانها قريبه من الارض، فنسبه الرطوبه فيها اعلى. دي المناطق اللي بينشط فيها الفطر، وبعيده شويه عن درجات الحراره، ما بعيده عن ضوء الشمس المباشر. الفطر عايز حراره بس مش عايز ضوء شمس. احنا بنعقم التربه بضوء الشمس، ولكن ينشط الفطر بارتفاع درجه الحراره. في فرق بين الاثنين. فدايما بتلاقي المشاكل كلها في حجر الشجره، ان كله بيهرب من شعاع الشمس المباشر. نقص العناصر بتلاقي في القمه الناميه عادي جدا قدام شعاع الشمس، بتلاقي الورقه فيها تبركش او فيها الاصفرار الشبكي. النقطه دي كده بالنسبه لكم واضحه؟ طب بناء عليه بقى اهم نقطه، وبناء عليه لما بنشوف كده على الفيسبوك كتير قوي في مجموعات زراعيه، واحد جاي مصور ورقه نبات ومنزل صورتها وبيقول يا جماعه الاصابه دي ايه، انا مش عارف اعمل ايه، بلاقي بسم الله ما شاء الله مجموعه من الردود غير طبيعيه. ده نقص مغنيسيوم، لا ده خد بالك عندك انت اصابه حشريه. واحد تاني لا ده انت عندك بدايه بياض زغبي. يا جماعه هو انتوا شفتوا الشجره؟ هو اصلا العرض اللي موجود فعلا فيه تشابه، كلهم كلامهم صح، كلهم عارفين اعراض، كلهم عارفين ان الاعراض دي اعراض كذا. هو فعلا اعراض مغنيسيوم وفيها اعراض عنكبوت وفيها اعراض مش عارفه، فيها كذا عرض فعلا. طب انا احدد ازاي؟ ما ينفعش بصوره، ما ينفعش بصوره ورقه. الشجره، شكل الشجره على الاقل، الشجره دي على بعضها، توزيعه الاصابه فيها ازاي؟ الارض، انتشار المرض فيه عامل ازاي؟ هل الارض كلها وضعها كده؟ ولا في بقع فيها شكلها كده؟ مدى ارتباط الظاهره بالاتجاهات المناخيه؟ يعني احيانا كده لا، ما انت طول ما انت بتتكلم من العربيه ما تتكلمش. لا ما هو فعلا هندسه الصوت مش واضح خالص، عمال بيقطع. لا ما هو احنا صوتي انا؟ اه صوتي انا؟ لا صوتك كويس يا دكتور. لا يا باشمهندس الصوت كويس، صوت ممتاز جدا. محمد صوت هو الاصابه الطفيليه دي اللي هي ايه بالظبط؟ يعني ايه؟ الحشريه. تعريف الاصابه الطفيليه؟ الحشريه. في طفيل على النبات. احيانا بالمناسبه فكرني بحاجه يا استاذ عبد الرحمن. ان ما تودع على سبيل المثال من الاصابات الطفيليه. مشكله ان ما تودع طبعا ويشترك معاها الاعفان، ان لما بتظهر بتديك نقص في كل حاجه. انت بتشوف على النبات نقص في كل حاجه، وده طبيعي. ما انت الجذور خلاص ما بقتش قادره على امتصاص حاجه، فانت بتظهر نقص فوسفور، بيظهر نقص نيتروجين، وبيظهر نقص عناصر صغرى، بيظهر نقص كل حاجه. العناصر مش قادره توصل لاماكن عملها، وبناء عليه بيحصل مشكله. طيب انا اعرف ازاي بقى ان دي مشكله نباتوده ولا مشكله نقص عناصر؟ ها تاني تحليل. اصل انت كده عندك، خد بالك، استنى خد بالك من حاجه، ان انت كده هيظهر عندك اعراض نقص عناصر منتظمه. يعني انت هتنزل الارض هتلاقي في بقع متفرقه في الارض عليها نقص عناصر، وهتعمل فحص للشجره هتلاقي ان في انتظاميه في انتقال العنصر، في انتقال العرض، وهتلاقي في انتظاميه في انتشاره، وهتلاقي كل ما يقول ان دي على نقص عناصر. النيماتودة بتعمل تدهور هندسي. غير انا ما بتكلمش، انا دلوقتي ما بتكلمش في نيماتودة اسمها نيماتودة التدهور البطيء. انا بتكلم عن النيماتودة بشكل عام، كل اصناف النيماتودة، وانها اكبر مشكلة بتسببها لي انسداد في الاوعية الخشبية. انسداد في الاوعية الخشبية يعني عدم انتقال للعناصر. بتلاقي مثلا شجره البتنجان، طبعا ده قبل ما تموت يعني،
بتلاقي بيحصل ان الورقه ما بيبقاش فيها نضاره، ما فيهاش لمعان، ما فيهاش نضاره، بيبدا يحصل تهدل للاوراق، بيبدا يحصل تساقط للازهار، صغر في الثمار، ما فيش تحجيم، كل ده بيبدا يحصل قبل ما النبات بيتكل على الله. طيب انا للوهله الاولى اقدر احدد ازاي؟ طبعا انت كده كده بجميع الاحوال لما بتنزل ارض انت لازم تخلع نبات، لازم بتخلع نبات عشان بتعمل تقييم للنبات كله، وحتى لو انت ما عندكش نماتودة لازم تعمل تقييم، لازم تعمل تقييم لعمليه نمو الجذور، انتشار الجذور، هل عندك جذور سليمه ولا لا، الجذور عندك كافيه ولا لا. طيب انا خلعت، انا خلعت الجذر والنماتودة ما كانتش واضحه فيه، مش شايف نيماتودة، اعرف منين ان مبدئيا كده دي مشكله نيماتودة بنسبه كبيره. اولا النيماتودة دايما بتوع الامراض يعني يأيدوها دايما بتبقى مرتبطه شويه بالاعفان، دايما بيبقى معاها اعفان، لان بتعمل جروح في الجدر، وطالما حصل جرح بيحصل عفن، ده رقم واحد. ففي الغالب هتلاقي لون بني في الجدر ده فعلا. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه ما عندكش يعني انتشار الاصابات او انتشار انتشار الإصابة، لو أنت عندك مثلا تجانس في انتشار التسميد، تجانس في انتشار الري أو في انتشار ماء الري، ما عندكش مشكلة في التسميد، كل حاجة تمام، وحصل عندك بقع فيها اصفرار يظهر عليها نقص عناصر، 100% إصابة طفيلية. احنا قلنا من شوية ان الإصابة بنقص العناصر في حالة نقصها المباشر بيديك أعراض عامة، النبات كل الأرض كلها زي بعضها. في حاله عدم تجانس الري والتسميد بيديك بقع. طب لو انا عندي تجانس في الري والتسميد يبقى هي اصابه طفيليه، خلاص لا ريبه فيها، تمام كده. مش هون صح الاقتصادك، الله يكرمك، الصوت عندك بس مش عارف الميكروفون لما بتشغل. انا صوتي انا مش واضح؟ لا صوت واضح يا دكتور، بس باشمهندس احمد عبد الصادق بس عنده مشكله في الصوت، بيعمل مش عارف ده هوا ولا صدى صوت ولا ايه بالظبط. تمام. طيب مدى ارتباط الظاهره بالاتجاهات المناخيه، احيانا بيظهر عرض معين، ودي برضو من ضمن المشاكل لما حد يبعت لك صوره على واتس او صوره على في رساله ويقول لك دي عندي مشكله، تلاقي مثلا مشكله ورقه فيها لون قرمزي او بنفسجي، نقص فوسفور واضح، بس الحقيقه ان مكان الاصابه هو محدد، هل دي اصابه عامه في الارض ولا بسبب مكان الشجره دي، الشجره دي مثلا في مهب الريح مثلا، او الخط بتاع الشجر كله فيه مشكله. في انا حصل مره نزلت ارض كان خط شجر، خط نباتات بالكامل فيه مشكله، والخط ده لوحده اللي فيه مشكله، وبقيه الارض سليمه، هو على حافه الارض وفي بعديه مصدت ريح، فما فيش المفروض ان هو ما عندهوش مشكله في مثلا، وكانت وقتها ما فيش رياح اصلا يعني ما حصلش هبه ريح ولا اي حاجه، ودرجات الحراره كانت الى حد ما متناسبه ما فيش مشكله. تخيلوا كانت المشكله في ايه، ليه صف النباتات دي كان فيه مشكله، تخيلوا كده، عارفين ليه؟ مصدات الرياح. الله ينور عليك، عملت ايه مصدات الرياح؟ بالفلاحه كده كدمت على الشجر ده، لا ما كتمتش عليه، خفض درجه الحراره او في ظل. لو حد بيزرع جزورين شفت شبكه الجذور بتاعتها؟ ايوه. عشان كده دايما بنوصي ان مصدات الرياح نعمل جنبها ايه، بينهم وما بين الصراعه بنعمل خندق، بنعمل خندق بين المصد وما بين الارض، علشان المصدات الريح الجذور بتاعتها بتوصل لصف النباتات اللي مزروع بتشم ريحه التسميد والري، ما بتسرح بطريقه غبيه، كان دي من ضمن المشاكل. طيب شجره مانجا، شفت شجره مانجا كانت موجود في جنبها زي زربيه عاليه شويه، الشجره نصها بينتج ونصها ما بينتجش، الجزء اللي متدفي شويه، شجره المانجا عايزه دفى شويه وهي منطقه ساحليه، الشجر الجزء اللي متدفي شويه جاي ما شاء الله شماليكه مظبط، الجزء الثاني المفتوح او المعرض لدرجات الحراره المنخفضه ما كانش فيه محصول خالص، هي شجره واحده نصين. يبقى انا عندي لما باجي احدد اصابه لازم احدد المكان ده وعلاقته بالاتجاهات المناخيه، طريقة انتشار الظاهرة على النبات، وده اتكلمناه من شوية، من النموات الحديثة القديمة ومن القديمة الحديثة، وانتشار غير منتظم على النبات، اللون سواء اصفرار عام سواء تبركش سواء اصفرار حواف أوراق سواء اصفرار ما بين العروق، وكل حاجة من دي احنا عرفنا هي بتاعت ايه بالظبط.
الشكل بتاع العام بتاع النبات، التفريعات عامله ايه، هل تفريعات كتير ولا قليل، عندي نقص بوتاسيوم مفيش تفريعات كتير، نقص نيتروجين هيبقى عندي نفس القصه مفيش تفريعات كتير في النبات، عندي زياده في النيتروجين هيبقى التفريعات عندي شكلها متغير، تفريعات واخده استطاله زياده عن اللزوم، مساحه الاوراق، مساحه الاوراق واخده الحجم الطبيعي بتاعها ولا فيها اوراق صغيره، اللون بتاعها، التفاف الاوراق، هل يعني احنا في عرض مشهور قوي دايما كنا بنشوفه في الطماطم في العروه المتاخره، بنلاقي الورق يحصل التفاف في الاوراق السفليه وتلون، طبعا بيحصل التفاف كده فانت بتبقى شايف الجزء السفلي، يعني انت بتدخل الارض بيبقى اللون المسيطر على النبات اللون الفضي اللي هو لون الطبقه السفليه او الناحيه السفليه للنبات، لان هي دي اللي بتبقى في الواجهه من فوق كده، وتلونها شويه باللون القرمزي، ما هو نقص الفوسفور هو مش تلون الورقه من السطح العلوي، تلون من السطح السفلي، فبتلاقيها قفلت وتلون من السطح السفلي اللي هو بقى فوق دلوقتي تلون باللون القرمزي، دي بتبقى مشكله ايه، تداخل مجموعه من المشاكل، ارتفاع درجات الحراره مبدئيا كده، فالنبات بيبدا يقلل سطح التخلص من الماء اللي هو سطح النتح، فبيبدا يحصل التفاف للاوراق طبيعي عشان يقلل من سطح المعرض لدرجات الحراره او لاشعه الشمس، دي حاجه، اصلا النبات عشان يقلل النتح معناه ان هو قلل ايه تاني، الامتصاص. لو النتح قل يبقى ايه تاني قل، الامتصاص ينور عليك، ما هو النتح هو المحرك للامتصاص، يبقى انا لو حصل، عشان كده احنا بنقول في درجات الحراره المرتفعه والمنخفضه النتح بيقل وبناء عليه الامتصاص بيقل، لان النتح هو المحرك للامتصاص. طيب لو انا حصل عندي نقص في الامتصاص هيحصل عندي نقص في الايه، في العناصر، عنصر ايه ابطا عنصر في التربه، ايه ابطا عنصر في التربه، الفوسفور، الفوسفور هو ابطا عنصر ممكن يوصل ما يعتبر عديم الحركة في التربة، وبناء عليه في حالة نقص النتح الورقة هتقفل، هتقل معايا الامتصاص، الفوسفور كده كده بيتلكك مش عايز حد يمتصه أصلا، أول عنصر هيظهر عندي اللي هو اللون القرمزي اللي هيظهر على سطح السفلي للأوراق. طيب بما إن الفوسفور قل، بص هتلاقي مشاكل راكبة على بعضها، بما إن الفوسفور قل فهيحصل النفاذية معايا بتحصلها إيه؟ هنقل طبعا، الله ينور عليك، وبناء الامتصاص كمان هيقل بنسبه ثانيه، يعني انت عندك كده كده في النفح قل شويه لكن ما انعدمش، ما هو لو انعدم ده النبات يموت، قل شويه، طب حتى نسبه الامتصاص اللي بتعدي ما بعرفش اخد منها الجدول الكامله، ليه؟ لان انا عندي حصل نقص في الفوسفور وبناء عليه ما عنديش نفاذيه كويسه. العنصر الثاني برضو اللي تقيل شويه في الحركه الكالسيوم، ما هو برضو مش عارفه امتصه، طب لما الكالسيوم ما جاش ما عرفتش اعمل نمواد جذريه سليمه، ما بقاش عندي قمم من الاستاميه ممتصه، كل ده بتلاقيه خلل 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 ورا بعضه لغايه ما بيحصل دروب للنبات، تمام؟ وعشان كده احيانا التدخل بيبقى غير مجدي، خلاص الوضع سيء ما ينفعش التدخل، اغلب الاراضي اللي وصلت للمراحل دي بتلاقي تقريبا حصل التفاف كامل للاوراق، خلاص خلصت، رفعت الاقلام وجفت الصحف، بني ادم قافل بقه، قافل بقه هتاكله منين، قافل بقه مثلا وقافل دراعاته وما انتش عارف توصل له خالص، مش عارف يدخله اي حاجه، هتعمل له ايه، دي احيانا بتبقى حالات للاصابات المتركبه على بعضها اللي بتحصل مشكله، فالمشكله دي بتجر لك مجموعه مشاكل ثانيه فبتصعب المهمه جدا، احتراق حواف الاوراق وقلناها دي بتبقى سواء علويه او سواء سفليه وكل واحده فيهم بتبقى ايه، اوراق المقعره او المحدبه اللي هي التفاف لاعلى او التفاف لاسفل، مدى تجانس نصفي الورقه، احيانا على فكره احنا بيظهر عندنا حاجه اسمها الكيميرا، لو حد فيكم شافها احيانا ممكن تلاقي ورقه مثلا نصها ابيض، نص الورقه او نص الشجره، ممكن تلاقي نص الشجره كله ابيض، ابيض لونه ابيض، الاخضر بيبقى لونه ابيض، فدي احنا بنقول عليها مشكله وراثيه، يعني هي بتحصل احيانا طفرات، الكاميرا دي طفره، بتحصل طفره ما نقدرش طبعا نقول ان هي مشكله بقى نقدر تحلها، هي بتبقى بتظهر في نسبه معينه من الحقل ممكن لا تتخطى النص في المية يعني. اسمعي يا دكتور معلش.
انعجالات وراثية. نعم انعجالات وراثية اللون اللون انعجالات وراثية. لا مش انعزالات، الانعزال الوراثي ده حاجة تانية، الانعزالات وراثية حاجة، ولما بنقول طفرة وراثية حاجة، دي طفرة وراثية. نعم لو سمعت، لو 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 الازهار بتاعه مثلا نمات زي الباذنجان تحولت لتورد، يعني بقت شكل ورق على شكل ورق، الزهره بقت على شكل ورق ازاي؟ يعني يعني اتصلبت، يعني شفت شفت الزهره ديت اصبحت متصلبه في شكل ورق بالظبط، يعني ما انا بعت الصوره ليها، تخيل يعني. ماشي هبعت الصوره ليها. هو دكتور بعد اذنك اسنادا لكلام المهندس محمد صابر، انا كنت بشوف بعض الثمار الفراوله بعد ما حصل العقد بتطلع البذور اللي على الفراوله بتطلع بشكل فيها نمو خضري، يعني تحول شكلها من بذره البذور، البذور بتنبت، دي ظاهره. ثواني يا جماعه استاذنكم دقيقه بس اشرب ميه. تمام، ده يعني يعتبر الكلام اللي احنا قلناه بس بشكل مجمع شوية في شكل، يعني المشاكل المتعلقة بالاختلال في التوازن الغذائي، يعني برضو الكلام ده لسه قايلينه من شوية. الأعراض بتبقى عامة، عدم العشوائية في التوزيع، الانتقال التدريجي والمنتظم للأعراض، ما بترتبطش بالأعراض في الاتجاهات المناخية، الأعراض البيئية المحيطة والمؤثرة سلبا على قدرة النبات على امتصاص العناصر، عوامل بيئية مرتبطة بعدم ملائمة أي من خصائص الأرض الطبيعية والكيميائية في منطقة انتشار الجذور، زي مستوى الأملاح، حموضة، كربونات الكالسيوم، سوء الصرف وارتفاع مستوى الماء الأرض. وطبعا كل حاجة من الحاجات دي احنا شرحناها واتكلمنا عنها قبل كده. عوامل مرتبطة بعدم ملائمة نوعية ماء الري، اللي هو استخدام مياه مالحة، عدم ملائمة معدلات الري مع الاحتياجات الفعلية للمحصول، اللي هو ناس كتير ده بيحصل، يعني مثلا عندي نبات محب للميه شويه زي مثلا زي الجزر، خلينا نقول الجزر، الجزر على مراحل العمر بتاعته نسبه الميه هو نبات محب للميه، بس انا في المراحل الاولى مثلا انا بحتاج ادي ميه قليله عشان النبات يعمل استطاله، حاله استطاله. طب لو انا اديت ميه كتير في الاول انا هخلي النبات ممكن يديني يعني يعمل حاجه بنقول عليها تشعير، يشعر، يطلع شعيرات جذريه كتير جدا، وده بالنسبه لي غير مرغوب لانها هستهلك طاقه النبات لنمو شعيرات جذريه مش لنمو الجذر الرئيسي اللي هو المحصول بتاعي. يبقى كل مرحله بيبقى ليها معدل ري او بيبقى ليها نسبه ري بناء على النبات نفسه احتياجاته، هل في مرحله استطاله، في مرحله انتشار، في مرحله صب، في مرحله تحجيم. انخفاض كفاءة توصيل وتوزيع مية الري من خلال شبكة الري أو نظام الري، وده بيحصل في شبكات الري أو الناس اللي بتروي مثلا بينقل، بياخد مثلا من الترعة أو من مصدر رئيسي أو حتى الري بالأبار، نسبة كبيرة بيبقى فيه مثلا رمال أو بيبقى فيه طين أو بيبقى فيه أي رواسب، يعني أو حتى لو هو خلط أسمدة غلط أو استخدم أسمدة فيها شوائب بيحصل انسدادات كتير في شبكات التنقيط، بيحصل بيها عدم انتظامية لتوزيع التسميد، وبناء عليه بتبدا تلاقي نقص في عناصر شجره في وسط الارض فيها نقص عناصر في حين الارض بشكل عام كويس، او كم شجر منطور في نقص عناصر باين وواضح والجذور نظيفه وعملنا تحليل ومنظفين وكل حاجه، بس هي فعليا في عدم انتظام في توزيع الاسمده والري. عوامل بيئيه مرتبطه بعدم ملائمه اي من الظروف الجويه المحيطه، الارتفاع والانخفاض في درجات الحراره. يعني خلينا نقف شوية عند الحتة دي أو العوامل البيئية بشكل عام. مثلا لما بيحصل عندي ارتفاع في درجات الرطوبة، عندي رطوبة زادت وانخفاض في درجات الحرارة، إيه اللي بيحصل للنبات؟ بيبقى بنقول إن النبات بيقلل شوية تيار النتح، بيخفض من عملية النتح، وبناء عليه بيحصل
انخفاض في معدل الامتصاص، وبناء عليه بيحصل ناقص عندي في العناصر، فيحصل ظهور اعراض نقص عناصر على الرغم من ان هي موجوده في التربه. فتيجي حضرتك تضيف عناصر زياده، ناس كتير تيجي في مراجع يدي تسميه زياده، تروح العوامل اللي كانت عامله المشكله، درجات الحراره تبدا تتظبط والرطوبه تبدا تتظبط، وتظل عندي مشكله انت عملتها اللي هي ايه؟ زياده تركيز الاملاح في التربه فوق احتياج النبات، فتبدا النبات ما يفوقش، هو كان في اجهاد بيئي حراري وانت دخلته بعديها في اجهاد ملح، فما يفوقش. وبناء عليه لازم حضرتك تحدد قبل ما تعمل ده الاصابه اللي موجوده عندك بسبب ايه؟ احنا العوامل اللي احنا بنتكلم عليها دي التاثير الغير مباشر على نقص العناصر، على الاعراض اللي احنا بنشوفها واللي بنقول عليها نقص عناصر. احيانا بتبقى في مشكله مثلا في درجات الحراره، لما بيبقى في فروقات في درجات حراره الليل والنهار، هو المفروض درجه الحراره او فرق الليل والنهار تقريبا بيبقى كام؟ حد عنده فكره؟ 7 درجات. المفروض ان فارق درجات الحراره بين الليل والنهار المثالي 7 درجات. درجات الحراره الصغرى اللي ينفع نبات يتحملها 14، نباتات شتويه يعني، المفروض لغايه 14 الدنيا ماشيه. طبعا مش مثاليه، المثالي يعني هنقول عند ال 25، من 22 ل 25 ده المثالي جدا للنباتات الشتويه. نزلت ل 14 ماشي الحال، بس ده مش المثالي. ده في الصغرى يا فندم؟ دي الصغرى، درجات الحراره الصغرى. طيب طبعا احنا احيانا بنوصل درجات الحراره عندنا بالليل في بعض المناطق. انا كنت زارعه جزر في وادي النطرون من حوالي 3 سنين، انا كنت طالعه من المزرعه كان درجه الحراره 5، وبالنهار كانت درجه الحراره 27. يعني فرق الدرجات الليل من النهار كام؟ 22 درجه. طيب ايه مشكله فارق درجات الحراره الكبير ده بين الليل والنهار؟ هو النبات بالنهار بيعمل ايه؟ بناء ضوئي. الله ينور عليك، بيعمل بناء ضوئي. وبالليل بيعمل ايه؟ هدم، تنفس. تنفس. الله ينور عليك، حلو قوي. المفروض ان البناء الضوئي ماشي بمعدل معين والهدم ماشي بمعدل معين. لو حصل زياده او نقص في المعدلين دولت بشكل غير متوازن، يعني حصل الـ 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 الزيادة في البناء بنسبة معينة المفروض عشان النبات يفضل زي ما انت كده كبني آدم، جسمك بيبني وبيهدم عشان تفضل متوازن، حجمنا متوازن. طب لو البناء فضل مثلا يعني فضل مستمر والهدم مش حاصل هدم قدامه، ده خلل. لو الهدم زاد اكتر من البناء ده خلل. يبقى احنا هنا لما بنقول ان درجات الحرارة الليل والنهار احيانا بيحصل خلل، اللي هو ايه؟ مثلا انا اديت تسميد كويس، جات مثلا درجات حرارة الليل ارتفعت زي ما بنشوف احيانا، مثلا الاقي درجة حرارة الليل تتخطى المفروض ان هي ما تعديش مثلا الطبيعي بتاعي، ما تعديش الخمسة، يعني 25 عالية برضو بالليل، يعني احنا مش عايزين درجات الليل تعدي ال 20 اصلا. طب احيانا بتيجي درجات حرارة الليل احيانا بتعدي مثلا ال 28 في بعض المناطق، ده معناه ان عمليه الهدم هتحصل ايه؟ بشكل عالي. بشكل عالي جدا. يبقى البناء اللي انا بنيته بالنهار مش كافي اصلا، فبيحصل له كله هدم، وكمان النبات بيبدا يهدم من ايه كمان؟ من المخزون. من المخزون. يبقى اللي انا ببنيه كله بيتهدم والمخزون كمان، فبتلاقي عندك يبدا النبات يدخل في مرحله ضعف عام ومفيش تكون لمحصول. يفضل يدي في بوتاسيوم، يا عم انت بتعمل ايه؟ مفيش فايده. حصل خلل في العوامل الجويه، خلاص خلصت، طلعت من ايدك. سي ان ريشو داخل النبات. ايه؟ علاقه السي ان ريشو داخل النبات. بالظبط، الله ينور عليك. تعرض النباتات لرياح شديده خاصه لو محمله بالاتربه او حاره، طبعا دي برضو حاجه احنا ما لناش دخل فيها. تعرض النباتات لامطار غزيره خاصه لو محمله ببلورات ثلجيه
وزيادة شدة الإضاءة. مشكلة شدة الإضاءة سواء بالارتفاع أو بالنقص، ودي ممكن بنقول مثلا في الناس بتوع اللي بيزرعوا صوب أحيانا بيبقى عندهم مشاكل في الإضاءة سواء زيادة أو سواء نقصان. زيادة شدة الإضاءة يعني الصغور هتقفل، يعني النبح هيقل، الامتصاص هيقل. وبرضو حاجة تانية، التمثيل الضوئي برضو هيقل، هو الصغور دي بيدخل منها ايه اصلا؟ ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون يعني ما هو تكوين الكربوهيدرات. احنا عندنا السي والاتش والاو الثلاثة الاساسيين اللي احنا ملناش دخل فيهم هيحصل فيهم خلل. انت ما عندكش امتصاص ماء بشكل كافي بسبب ان انت عندك النتح اقل والامتصاص اقل، ما عندكش ثاني اكسيد كربون ما بيدخلش، فانت عندك في مشكله. ده بيحصل سواء مع زياده الاضاءه او مع انخفاض الاضاءه، ده بيحصل. عشان كده حتى النباتات اللي بتبقى موجوده في الظل بتلاقيها نباتات مهيفه ما بتجيبش محصول. لو في مثلا نبات تحت شجره بتاع في ظل موجود ما بيجيبش محصول، ان ما فيش اي تمثيل ضوئي. بالاضافه برضو التنوين بردك يا دكتوره، والتنوين تنوين الثمار، تنوين الثمار. طبعا ماشي. المحاضره دي مش هتخلص يا جماعه. عوامل مرتبطه باي من عوامل الاجهاد الحيوي، وجود تباين واضح في طريقه استجابه الاصناف المختلفه لنفس نوع المحصول للتغيير في خصائص الارض والظروف البيئيه. هقول لكم برضو على مثال الجزر. في عندنا بعض الاصناف بتتزرع في ارض رمليه، وفي بعض الاصناف بتتزرع في ارض تقيله. طيب لما جينا زرعنا الاصناف بتاعه الاراضي التقيله وزرعناها في ارض رمليه، حصل ايه؟ ظهر حاجه اسمها الكتف الاخضر، اغضرار اللي هي الاغضرار اللي هي الجزء القاعدي بتاع الجزره ده اللي هو اللي متصل بالاوراق. طب قال لك ده عيب صنف، الصنف ده بيخضر. لا هو مش عيب صنف ولا حاجه، سوري اسفه، لما جبنا صنف بتاع ارض رمليه حطيناه في ارض تقيله، هو مش عيب صنف ولا حاجه، هو اللي حصل ان الصنف ده استطالته عاليه، فاحنا بنزرعه في ارض رمليه عشان هو الارض بتبقى فكه معاه وارض رمليه وخفيفه فبياخد الاستطاله بتاعته بشكل سليم. طب لما جبنا الصنف ده وزرعناه في ارض تقيله، الارض التقيله فيها مقاومه، الجزره جت تستطيل ما عرفتش تطول لتحت، عملت ايه؟ ظهور على سطح التربه، فتعرضت طلعت لبره، ظهرت على سطح التربه، تعرضت للضوء طبيعي هيتكون كلوروفيل. يبقى نفس اهو يعني نفس النوع، هو كله جزر نفس النوع ولكن استجابته للظروف البيئيه مختلفه. وجود خصائص وراثيه غير طبيعيه تظهر في الحقل، قلنا دي طفرات، يعني زياده الكثافه النباتيه مما يؤدي لزياده فرصه تعرض النباتات للاجهاد التنافسي. وده احنا برضو هديكم مثال برضو عليه في الجزر، سوري برضو معلش. احنا احيانا بنتحكم في المحصول، انا هسوقه مخلل ولا هسوقه فريش ماركت ولا هسوقه كذا، بناء على الكثافه النباتيه. وده اظن مش في الجزر بس، في حاجات كتير خالص، ان انا ممكن ازود الكثافه النباتيه عشان انا عايز احجام متوسطه، او ممكن اقلل الكثافه النباتيه عشان عايز احجام لارج. فالكثافه النباتيه من ضمن الحاجات اللي مالهاش علاقه بالتغذيه. لو انت زرعت كثافه عاليه خالص، في ناس بيبقى فاكر ان هو لو زود البذره يبقى انا كده هجيب محصول اكتر، للاسف انت بتزود التنافس، ومهما بعد كده تدي تسميد مفيش فايده. حصلت معايا مشكله، جات لنا بذره، احنا مصر بيجي لها حجم بذره معين عشان البلانتر اللي بنزرع بيها، فجت في السنه دي في لوت كده حصل له مقصه من دوله لينا ما كانش جاي لنا احنا في السنه دي، فجبناها من دوله ثانيه، فجالنا مقاس بذره اصغر شويه. المفروض احنا بنزرع مقاس البذره من 1.8 ل 2.2 مللي، البذره دي جت 1.2. فالبلانتر وهو بيزرع كان الثقب بتاع الاسطوانه بيطلع بالثلاث اربع حبايات بذره مع بعض، فحصل زياده كثافه نباتيه. اللي حصل ان الجزر ما حجمش تماما، احنا ندك بوتاسيوم، نترات بوتاسيوم، مفيش فايده يا جماعه، مفيش فايده، ما تحاولوش، مش هيحصل، مش هيحجم. بس استني بس، احنا ما فيش دعوه يا جماعه، مش ه... والله ما هي... ما والله ما هيحجب، خلاص انت دخل معاك عامل اخر ملوش علاقه بالتغذيه، زياده الكثافه النباتيه، خلاص خلصت. طب انا يا ستي خلاص، هي كل جزره بيحسبوها كده، هي مش انت، انا زارع مثلا تقوي فدانين في فدان،
خلاص بدل ما هدي مثلا 200 كيلو بوتاسيوم انا هدي 400 مثلا، بيظن ذلك. بس طبعا المساله ليها ابعاد اخرى مش عايزه اطول عليكم بيها، عشان يا رب يكون يا رب تبقى دي اخر شريحه. مفيش شريحه تانيه؟ اه معلش. دي احنا مجمعين كده العناصر، الاعراض السميه بتاعتها والمحاصيل الحساسه ليها، ودي تقدروا تتصفحوها يعني. ولما بيحصل عندنا نقص العناصر طبعا لازم نتدخل بجرعات سريعه علشان نعالج النقص اللي موجود، سواء بالتسميد او سواء بالرش الورقي. دي الجرعات اللي ممكن نوصي بيها من عناصر مختلفه في حاله التدخل السريع لحين تظبيط برنامج التسميد او لحين تظبيط عوامل النمو. الحمد لله. الحمد لله هندسه. الحمد لله. يا جماعه برضه احنا بقى لنا كتير ما. سؤال بقى هندسه. ايه؟ سؤال لو سمحت. اتفضلوا بس نوقف البث بس. تمام ماشي. هنوقف البث بس.